كل شهد المقابله كان شاننا خصنا ننتصروا في الميدان ديالنا. تاثرنا انتصار حتى لاخر دقيقه. يعني كنشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها وكنشكر الجماهير اللي ساعدت. غانم اكبر واقدم مشجع شبابي، كيف جاتك المباراه سي غانم؟ وبالاخص فين كانت الشباب خاسر بواحد، كيفاش كانت النفسيه ديالك؟ ومن طبيعة الحال النفسيه كانت شويه صعيبه، وكنا كنتمنوا يعني الفوز وولينا يعني خاسرين، كنتفكروا باش نربحوا، وكنا كنتمنوا المقابله تكون زوينه ولو ما كانش الجمهور شويه، كان الجمهور قليل. كنتمنوا من الله الفرقه ديالنا راه غادا الصعود، حتى اللعابه حتى هما راهم دابا ولاو عائله وحده ولتزاجموا مع بعضياتهم. وكنتمنوا في هاد الانتقالات الشتويه راه باقي شي حاجه ثاني ان شاء الله لاعبين جدد، ونتمنوا الخير للفريق ونتمنوا الخير للرئيس ونتمنوا الخير للجميع. وديما الشباب المقبول المطلوب في المرحله القادمه هي كار مراكش. واش جبتوا الاستعدادات ديالكم بالنسبه للحافله في الاسبوع القادم ان شاء الله؟ الساعه باقي كنفكروا وباقي الناس كيطيحوا علينا افكار، وكنتمنوا من الله ان شاء الله غنديروا كار ان شاء الله، وضروري غيكون كار. دابا سوحه شباب محميه وسحب رئيسي شباب تمنى. شكرا. اييه اش غتقول للجماهير في المقابله الجايه ان شاء الله؟ صافا تعادل وواحد الشيء تعادل زواحد. والله الا عطيناك هذه الورده هذه لمن غتهديها؟ بكل صراحه فكر لما خلينا نهويتي ورا خلينا لا الورده الحمراء نهنى فريق شباب محمديه على الفوز ديالو امام فريق الاتحاد البيضاوي. فريق الاتحاد البيضاوي اللي كما كنعرفوا فريق عريق وفريق عنده تاريخ، ولكن للاسف هذا ميساج لفريق الاتحاد البيضاوي انهم يتوفرون على طبيب او اطار مهم داخل الفريق لا اخلاقي، وهذا الاطار الذي كان داخل الملعب وقام بواحد العمليه او واحد الجست غير اخلاقي مالبولي. هنا انا مستعد على السنكر الشيء امام الصحافه، وانا مستعد دائما باش نكون كشاهد في العمليه اللي كان دارها، عمليه لا اخلاقيه ولا حول ولا قوه الا بالله.